يبدو أن الأوضاع مشتعلة بين الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج الفنانة المصرية أنغام وابنها عمر عارف، على الرغم من كل التأكيدات التي خرجت بها راندا رياضة مديرة أعمال المطربة أنغام، والتي أكدت في بيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي للفنانة على صفو العلاقة بين الأطراف الثلاثة، وأن ما يشاع حول وجود خلافات بينهما هي اجتهادات لا أساس لها من الصانع. صباح اليوم فاجأ عمر عارف الجميع حيث نشر عبر خاصية ستوري بحسابه الخاص على تطبيق إنستغرام صورتين، إحداهما لزوج والدته الفنان أحمد محمد إبراهيم، معلقا عليه بعبارة مسيرك هتقع في إيدي، خاتما تهديده بلفظ خارج وصمم به الموزع الموسيقي المعروف. الصورة الأخرى حملت رسالة كتب خلالها كل حاجة هتتقال خلاص، فيما يعد تهديدا مباشرا بنشر المزيد من الحقائق الخفية خلال الأيام المقبلة. عمر سرعان ما قام بحذف هذه الصور، ومن ذلك جاءه عدد كبير من التعليقات على باقي الصور الخاصة المنشورة في حسابه حول هذا الموقف، ما بين مؤيد ومعارض. البعض دافع عن عمر وطلبه بنشر مزيد من الحقائق إلى العلن وعدم التراجع عن موقفه، بينما طلبوا الآخر بإعادة حياتهم الخاصة عن موقع التواصل وعدم الإضرار بعلاقته بوالدته. اللافت أن عمر كان قد خرج قبل أيام لينفي وقوع أي خلاف بينه وبين والدته الفنانة أنغام، وذلك في أعقاب الأخبار المنتشرة حول وجود خلاف بينهما بعد قيامه بنشر صورة له على إنستغرام مرفقا بتعليق ولد ضائع، حيث علق على هذا الأمر قائلا خصوص التعليق على الصورة: ده اسم أغنية ومش مقصود بيها أي حاجة ليها علاقة بالموضوع، أنا مش بالتفاهة دي، لو عندي حاجة أقولها هقولها بصراحة. عمر يبدو أنه قد قرر مؤخرا أن ينفذ رسالته وأن يتحدث بصراحة حول علاقته الحالية بوالدته وزوجها، فهل تتوقف الأمور عند هذا الحد؟